بسيطة للميل ريبرودكتيف سيستم على البلاستينيتد موديل. في البداية قلنا عندنا البرايمري سكس اورجان اللي هي التستس وتكون محاطة باكسترنال جينيتاليا اللي هي السكروتوم، وعندنا كمان اكسترنال جينيتاليا اللي هو البينس. بعدين تكلمنا عن 3 اللي هو اكسسوري جلانز، قلنا عندنا البروستيت وعندنا السيمينال فيزيكل اللي موجودة هنا ورا، هذه هي من الفيزيكال، وعندنا البلب ويوريثرال جلاند اللي تكون موجوده حول المنبينس بارت اوف ذا يوريثرا. وتكلمنا عن 3 ترانسبورتنج داكت اللي هو الابيديدمس تكون موجوده زي الكوما شيب خلف التستس، وعندنا بعدين الفاز ديفرنس اللي مو في السبرماتيك كورد بنشوفه بعد شيء بالتفصيل ان شاء الله، وعندنا اخر شيء الاجاكيلاتوري داكت اللي هو عباره عن اتحاد الامبوله اوف فاز مع الداكت اوف من الفيزيكال، وما يكون الاجاكيلاتوري داكت اللي يفتح فيه البروستات تحديدا في البروستاتيك يوريثرا. تمام، طيب تكلمنا عن اللي هو قلنا البروستات، عندنا البروستاتيك جلاند 5 لوبس، وعندنا قلنا الاكسترنال جينيتاليا اللي هو البينس، عندنا جلاندز بينس، وعندنا البادي اوف ذا بينس، وعندنا الروت اوف ذا بينس، وتكلمنا عن اللي هو الروت اوف ذا، عندنا 3 اريكتايل تيشوز تكون البينس اللي هو 2 كربورا كافرنوزم، والروت تبعها نسميه اللي هو الكراس اوف ذا بينس، وعندنا 1 اللي هو السكربورا كربوس سبونجيوزم، والروت تبعه قلنا اللي هو البلب اوف ذا بينس. طيب قلنا عندنا هذه التستس يطلع منها السبرماتيك كورد وبنشوفه بعد شويه بالتفصيل. طيب السبرماتيك كورد هو عباره عن مجموعه ستراكشرز، تقريبا 9 ستراكشرز تطلع من التستس وتروح للابدومين والى اخره. طيب عندنا الثلاث الستراكشرز المهمه الرئيسيه اللي نعرفها في السبرماتيك كورد، عندنا التستيكولار ارتري، وعندنا البامبي فورم وبامبيني فورم بلكسس اوف فينز اللي تسوي فينس درينج للتستس، وعندنا اهم شيء اللي هو الفاز ديفرنس. طيب نتكلم عن التستس. التستس في البدايه قلنا هي البرايمري سكس اورجان، تكون مغطاه بطبقتين من تكون مغطاه بتو لايرز اللي هي التونيكا فاجينالس والتونيكا البوجينيا. عندنا هذه اللي احنا شايفينها، هذه هي البرايتال لاير او الاوتر لاير من التونيكا فاجينالس، وعندنا هذا اللي هنا اللي هي الانر لاير اوف التونيكا فاجينالس، اذا شلناها نشوف اللي هو التونيكا البوجينيا. طيب عندنا هذا الابيديدمس اللي هنا اللي هو اول تيوب اخذناه، عندنا اللي هو مكون من 3 بارتس اللي هي الهيد، وعندنا هذا الهيد، وعندنا هذا البادي، وهذا التيل اللي يكون في المنطقة هذه. التيل قلنا ككونتينيويشن للتيل عندنا الفاز ديفرنس. فكيف نفرق مثلا لو جبنا لنا كذا سؤال في اختبار قال ايش هذا اللي هنا مثلا، ايش هو الاستراكشر هذا، نقول الفاز ديفرنس. ليش؟ لأن احنا شايفين بدايته هنا من التيل اوف ذا ابيديدمس، ويطلع الفاز ديفرنس يمر في السبرماتيك كورد ويكمل طريقه في المنطقة هذه زي ما قلنا.